نعم استاذ صباح الله فيكم. عودة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، بعض الولايات تشهد اليوم انفلات في عدد الإصابات، يعني ارتفاع رهيب في عدد الإصابات بفيروس كورونا، خاصة مع دخول المتحور الجديد دلتا وغيره من المتحورات أو الموجودة على الساحة الجزائرية. اليوم كل هذا يستدعي من المواطن الجزائري وتكثف الجهود بطبيعة الحال في توعية المواطن الجزائري للتوجه للقاح، لكن في عدد من الشوشرة والبلبلات وإشاعات ومعتقدات خاطئة حول اللقاحات الموجودة في الجزائر. ما تعليقك حول الأمر دكتور؟ نعم، شهدنا مؤخرا ارتفاع في عدد الحالات المسجلة في خاصة في بعض الولايات كالجزائر العاصمة كتبسة كتيبازا وتيجي وزوب مرداس، شهدنا ارتفاع قياسي في عدد الحالات، وفي نفس الوقت عن شهدنا موجة كبيرة من الإشاعات والحديث والكلام شغل من غير مصدر موثوق أو طبي عن عدم نجاعة اللقاحات أو عدم فعالية اللقاحات أو الآثار الجانبية اللقاحات. للأسف نتأسف أنا لأن لحد الساعة في زمان هذا في عام 2021 ما زال بعض الأشخاص يستسقوا في الأخبار أو في بعض الأمور العلمية من جهات غير علمية، من جهات لأن حتى نتلاقانا بعض الناس في الشارع أو بعض الأقارب أو حتى الأصدقاء يقولوا فوالا الفاكسان عنده اثار جانبيه كالعقم كذا، نقول لهم معليش المصدر تاعك منين؟ شكون اللي قال هكذا؟ شكون يقول لك كم قالوا؟ شكون اللي قالوا؟ الله يعلم. شغل احنا نتمنى برك من جميع افراد المجتمع الجزائري التوجه دائما الى اهل الاختصاص، في الطب يتوجهوا لاهل الطب، في الاقتصاد يتوجهوا لاسئلتهم لاهل الاقتصاد، في اي مجال اخر يسقسي صاحب الاختصاص. هذه هي الرساله تاعي انا للمجتمع الجزائري بالنسبه للقاحات اللي تحدثنا عنها قبل. نعاود اللقاحات المتوفره في الجزائر هي من اجود انواع اللقاحات في العالم واحسن انواع اللقاحات في العالم. الاثار الجانبيه خفيفه جدا مثل جميع اللقاحات اللي نعرفها في السابق، ما كان حتى سبب من العزوف عن اللقاحات إلا بعض الفئات القليلة والقليلة جدا، هذه المرأة الحامل المرضعة، بعض أصحاب بعض الأمراض النادرة يتناولوا أدوية تثبط المناعة، هذا الطبيب المعالج يقول ما ديروش الفاكسان ما ديروش التلقيح في الوقت الحالي، التزموا بالإجراءات الوقائية. ما غير هكا جميع احنا ندعو جميع أفراد المجتمع للتوجه إلى مركز التلقيح وأخذ اللقاح. الشخص اللي ما يقدرش يلقح يحيط طبيب مركز اللقاح راح يوجهه يقول له أنت عندك المرض المزمن هذا ما تقدرش دير، أنت عندك هذه لازم تدير، أنت ما ديرش. ممكن توجيه وكاين استفسارات في جميع مراكز التلقيح. جميل دكتور، ربما السؤال مطروح اليوم. يوم أمس كشف مدير الصحة والسكان بولاية بسة في حديث خاص به تلفزيون النهار، قال بأنه حالة انفجار عدد الإصابات وجدت بالولاية. هل هذا راجع فقط لعدم التزام المواطنون ببروتوكول صحي أم للمتحور الجديد له دور في الانتشار السريع لفيروس كورونا؟ نعم، ولاية بسة هي ولاية حدودية مع ولايتنا، أنا أعمل حاليا في ولاية الواد، ولاية الواد شوف، وتبسة تقع شمال ولاية الواد. ومنذ تقريبا أسبوعين نعرف بأن كاين ارتفاع رهيب في ولاية تبسة، وكما نعلم ولاية تبسة ولاية حدودية وقريبة جدا للحدود التونسية ودولة تونس المجاورة، وكما يعلم العام والخاص وتونس حاليا في أزمة صحية كبيرة، حتى بعض الجهات المختصة في تونس أعلنت تقريبا انهيار المنظومة الصحية، وحاليا دولة الجزائرية تقوم باتباع بعض الإعانات لدولة تونس نظرا لتفاقم الوضع الصحي هناك. في تبسة مثل جميع الولايات ما كانش التزام بالإجراءات الوقائية، ممكن قربها من الحدود التونسية على عدة عوامل، هذه ممكن يكون متحور، لأن متحور هذا دلتا متحور سوريا الهندية معروف بسرعة الانتشار الرهيبة اللي هي، لأن حاليا في المدة الأخيرة نلاحظوا براه العدوى كثرة بين الناس، حتى الحالات الخفيفة اللي ماشي بالمستشفى اللي يتعالج خارج المستشفى نشهد براه كاين حالة عدوى كبيرة بين الأفراد المجتمع، وهذا تقريبا نقدر نقولوا 99 أو 100% من أفراد المجتمع اللي تنتقل العدوى بيناتهم هم أفراد غير ملقحين. لحد الساعة أنا ممكن تلاقيت بواحد ملقح أو اثنين
مريض بالكوفيد، لكن 99.99% جميعهم افراد غير ملقحين، لذلك العدوى تنتقل بسهوله بينهم. يعني احنا نقولوا لو كان هل الافراد هذا تلقحوا في شهر مارس او افريل ما راحش تكون العدوى منتشره بيناتهم في الشهر الحالي حاليا في جويليه. جميل. في اسئله ايضا تطرح حول ما ان الجزائر طورت متحور فيروس كورونا، في حديث كثير من خبراء سواء في الداخل أو الخارج، وقال بأنه من غير الممكن أن البلد مثل الجزائر، يعني بلد طبقت البروتوكول الصحي بصرامة بمنع أو إغلاق الحدود مع عديد من الدول خاصة الشقيقة منها، وعدم توفر أي توجهات إلى خارج الجزائر أي أوروبا حتى آخر مرة، لكن عدد الإصابات لا تزال مستمرة وعدد الإصابات لا تزال في ارتفاع. هل في إمكانية تطوير متحور جزائري؟ شوف السؤال هذا نقدر نقول فيه راح يكون بعض المختصين يكون أجوبتهم دقيقة عن أجوبتي أنا، خاصة المختصين في علم الفيروسات وفي علم المناعة تكون أجوبتهم دقيقة عن أجوبتي أنا. أنا راح نجاوبك على مقدور معرفتي. هو الفيروس في دورة حياته، المعروف الفيروس التنفسية في دورة حياتها مع مرور الزمن تضعف، تتعرض لطفرات تحورات تضعف، حتى كاين بعض الفيروسات التنفسيه مثل فيروس الالتهاب الرئوي الحاد في 2003 اذا تتذكر اختفى تماما، وذلك راجع بالطفرات حتى ضعف واختفى. بالنسبه للفيروس كوفيد نلاحظوا العكس، انه الفيروس تعرض لطفرات وتحورات ويزيد الشراسه نتاعو يزيد وسرعه الانتشار نتاعو يزيد. معناه هو ان حتى هنا في الجزائر لو كان احنا من لقحوش من خوش الفئة كبيرة مجتمع عندها مناعة وكون عندها تلقيح وتكون متعرفة على الفيروس هذا، مع الانتشار تاع الفيروس والتكاثر تاعو مع المرور الوقت راح يتحور، راح يأتينا يتعرض لطفرات تحورات ويأتينا بشكل جديد من الفيروس، ممكن تكون سلالة تكتشف لأول مرة في الجزائر. على كي يقول لك هذه سلالة جزائرية مثل سلالة هندية أو سلالة برازيلية، لأن اكتشفت أول مرة في الهند أو اكتشفت أول مرة في البرازيل، هذا تسمى سلالة الهندية وتسمى سلالة البرازيلية. على هذا حتى في الجزائر ممكن مع مرور الوقت وما يكونش كان تحلي بإجراءات وقاية، تحلي بالالتزام بالكمامة والتلقيحات، ما يكونش نسبة كبيرة من المجتمع ملقحة، راح ينتشر ويتكاثر وممكن يعطينا شكل جديد ويسمى بالسلالة الجزائرية. شكرا جزيلا لك دكتور محمد فاتح سلطاني، أخصائي في الأمراض الصدرية، كنت معي عبر الهاتف للحديث عن النهار. منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا.